السمسار اه السمسار داير الناس خمسة داير ستة كل واحد شحال دايلو ما عندوش حق وكيتغداو لينا حتى حنايا يعني ما عندوش حق يعطوني 8 مليون ديالي ونخرج بحالي ماشي دخلنا هاد الدار جينا هرسنا البيبان ودخلنا هاد الشيء بالقانون عطاونا بالقانون يعطيونا مهله بما خرجنا الكريدي ديال البنك ديالنا حيت ما عندناش فين غادي نمشيو ولا يرجعوا لنا الفلوس ديالنا ونخرجوا بحالتنا 104 تتقنا اللي مهددين باش يخرجوا اللي نصب علينا كيقول لك هذا اللي جا دابا كيقول لك ديكلاريو به زعما صيفطوا هو للحبس وانا نتكلفكم بالدواسه ديالكم فهمتي هو يتكلفنا بالدواسه البارح جيتو صورتو معانا مشيتو جا كيقول لي انا وهاد السيده هادي وناس اخرين يلا غنديكم حتى لعندو ركبوا معايا في الطوموبيل ولا نديكم حتى لعندو ياك تهجموا عليه وانا غنوقف معكم انا غنخرجكم كريدياتكم حنا دافعين الدواسه ديالنا البنكه غير حنا اش مشكل شنو يعني هاد كورونا وهذا الشيء الخدمه باقا ما يعني الشهور مقطعين يعني حنا كنا غير شهرين او 3 شهور يعني شحال وانت ساكن عام على صبروا عليك ودابا شهرين ما يصبروش عليك اخاي يلا فينا نمشيو حنايا فينا نمشيو انا ما حدايا لا خوتي لا دارنا لا حتى شي واحد ولا يكون وحدك خوتك ما يهزوكش دافعين فلوسنا ها الورق ها كلشي دافعين كلشي ويجي واحد يتعدى عليك حدا ولادك ويضربك حدا ولادك شنو هذا الشيء هذا الراجل هذا جا كيتعدى على ماما ما عندوش حق وكيتعدى علينا حتى حنايا يعني ما عندوش حق واصلا دابا ماما فين تخرجنا حنايا و ربعة د البنات ماشي حتى شي وحده ولا جوج نقولوا ربعه انا مشيت للبلاد عندنا البلاد ديالي بعتها وجبتها لهم وعطيت له عطيت جوج د المليون للسمسار اللي معاهم وعطيت خمسة د ثلاثة د المليون هي خمسة د المليون للجميع اللي عطيت لهم عرفتي وعطوني الوراق من سميتو من المكتب ديالهم مكتب سبعة عرفتي مكتب سبعة عطوني الوراق قيتها على بنتي عرفتي قالوا لي انت ما دايشي باش نعطيوك البرطمة شوفي الا عندك شي ولد صغير خدام قلت لهم عندي بنت خدامة قالوا لي غديرها على بنتك درتها على بنتي دخلونا الماء كان الضو جاو عطاونا دخلونا الماء كان الضو دخلونا الماء دخلونا كل شيء دخلونا ففي شهر 10 ديال العام الاول شهر 10 ديال العام الاول كنا تنخلصوه ها غير هاد الايامات عطيت المراه 500 الف فرانك اداتها للمدير عطاتها للمدير المدير براسو شد 100 الف ريال عرفتي وعطاها واحد الورقه عطاها واحد الورقه جابتها قال لها سير غادي نعطيك 3 شهور عرفتي ومشى هذاك المدير حولوه دابا ونصبوا جاو نصبوا علينا كلهم تعطيونا تعطيونا الوراق ولكن ما تعطيوناش السنياتور ديالهم عرفتي تعطيونا الوراق ولكن ما فيهمش السنياتور عندي الوراق فيهم البيع دابا تيقول لك خرج فين غادي نخرج انا انا اللي عطيت 5 مليون وبعت بلادي وجبت عطيتها لهم هو علاش اسيدي علاش يدقعوني انا ما عندي منين نخرج فين غادي نخرج 3 مليون باش صلحت شريت البيبان شريت الشراجم شريت عرفتي صلحت 3 مليون باش صلحت الدار باش صلحتها باش دخلت لها ودابا يجيو يقولوا لي خرج فين غادي نمشي فين غادي نمشي فين 5 مليون على 3 مليون باش 8 مليون فين غادي يعطوني 8 مليون ديالي ونخرج بحالي يعطوني 8 مليون ديالي ونخرج بحالي هذا الشيء اللي تنطلب انا ما تنطلب حتى شي حاجه ماشي دخلنا هاد الدار جينا هرسنا البيبان ودخلنا هذا الشيء بالقانون عطاونا بالقانون طيب ما تحكوش علينا وكل شيء من سميتو من الضحى ما كانش شدينا شي ورقه بلا ضحى من الضحى كل شيء من المكتب ديال الضحى كل شيء بالسنياتور ديالهم بكل شيء ديالهم هذا المشكل هذا اللي طاري حنا كل هدف هذا الشيء كامل هذا الهدف منه انهم يعطيونا مهله ديال 3 شهور ولا 4 شهور بما ولا يرجعوا لينا حنا كنقولوا حتى يخرج لينا حتى تخرج لينا البنك كريدي ديالنا ولا
يرجعوا لينا الرزق ديالنا ونمشيو بحالنا. مهم باش نخرجوا من الديور ديالنا بلا وثيقه بلا والو بلا حتى شي يعني قرار ما يديروا معنا حتى شي حل، راه استحاله. ملي جاوا لعندنا كيدقوا على الديور، كيدق عليك البوليس، المهم كيقول لك عندك غتمشي معانا للكوميساريه. ملي كتمشي للكوميساريه كيخليك تهدر وتقول لك شي اللي طرا من الاول، في الاخر كيقول لك عندك مني كتسني على المحضر ديالك كيقول لك عندك 3 ايام وتخرج. كاين الناس اللي جا عندهم ودقوا عليهم، والناس اللي جاوا عندهم ما لقاوهمش كيقول لك هذوك ما باغينش يفتحوا لينا وغنطرقوا معاهم الاجراءات الثانيه، فهمتي؟ كيقول لك انا غادي نطرق معاهم الاجراءات الثانيه. حنا هادشي هذا كامل البوليس جاوا عندنا بلا حتى شي وثيقه بلا حتى شي قرار، فهمتي؟ كيقول لك احنا ما يعني احنا مهم جايين، داكشي جاي من الفوق، جاي داكشي جاي من وكيل الملك ولا ما نعرف، هادشي اللي هضروا معاهم هادشي بالوراق ديالنا ان الضوحه مدفوع ليها الفلوس التسبيقيه وديكشي وكلشي بالوراق وكلشي موثق كلشي. المهم حنا دفعنا دابا الوراق للمحامي ديالنا ان شاء الله، حنايا ما طالبين والو، حنا كنطلبوا غير يعطيونا مهله، يعطيونا مهله بما خرجنا الكريدي ديال البنك ديالنا حيت ما عندناش فين غادي نمشيو، ولا يرجعوا لنا الفلوس ديالنا ونخرجوا بحالتنا. هادشي اللي كنطالبوا به حيت ما عندناش فين غادي نمشيو، فريمون ما عندناش فين غادي نمشيو. الناس كبارين معانا، ناس كبار معانا، وليدات صغار معانا، معاقين معانا، بزاف ديال الناس. حنا الهدف هادشي كامل يوصل للمسؤولين ويوصل يعني للناس اللي يقدروا يساعدونا في هذا الملف هذا، باش يشوفوا يعني يوقفوا معانا. حنا كعندنا مطلبين، يا يعطيونا مهله، يا يرجعوا لنا فلوسنا ونخرجوا بحالتنا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.